شنو المكاسب بالاتحاد اللي مخليتهم هيك متمسكين؟ شنو؟ ما مدى هو اريد اسالهم ما تدري عليكم الله، بس احكوا لي فهموني انتم كاعضاء اتحاد يا اخي، الناس تسبكم وتجتمكم ومن من قلبها ضيم. انت ما تدري شنو المكاسب؟ والله ايش قد ما تكون المكاسب الماديه، هي اكيد مكاسب ماديه، بس ايش قد ما تكون اكو مكاسب ماديه، ايش قد ما تكون مقابل هذا يا اخي والله العظيم صحتي وراحتي، انا اتحدث لك عن نفسي بس يصير علي ضغوطات يقولون عني مع السلامه. هذا البيان اللي نزلوه قبل ساعه اليوم الاتحاد فارغ ولا واحد مداوم، منو نزل؟ مشتاقين لاهاليتهم، صار لهم 40 50 يوم ما شايفينهم حقا، اكو واحد يمكن نساء اسماء ابنائه من 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 عندهم من قد ما يسافر؟ صار 50 يوم والله ما انجزتي بيناتهم. اقول لك انا نسيت بشغله، المدرب شنو ماخذ عائلته تويا شنو نسها عائلته واطفاله، عندنا بطوله تاسيه والعالم اليوم عالم تبكي، ايوه عالم تبكي وتلطم اطفاله.